خالد، السلام الوطني لأي دولة يحمل اسم الدولة ويحمل معاني كبيرة ومبادئ وقيم في هذا السلام الوطني، وخاصة لما نسمع كلمات السلام الوطني سواء لدولنا كلها في دول الخليج أو الدول العربية. فلذلك نحن نشوف كثير من المشجعين في المدرجات يقعد هو يردد السلام يبكي، تأخذ عبرة يعني تمثيل الوطن في هذه المناسبات. جزئية كبيرة بالنسبة لنشأة، يقول اللاعب هذا اللي يعمل السكيبينج في وقت هذا، هذه قوة شحن فيها مثل الشاحن، اللاعب لما تنزل بطاريته شوي من تشجيع الجمهور. لذلك مثل ما يقولون الجمهور رقم واحد هو وقود الملاعب، محتاجين للتشجيع بشكل مستمر في المباراة، خاصة في الفترة اللي يكون فيها ركود بالنسبة للعيبة. فلذلك حضور الجماهير يعتبر بالنسبة للاعب هو يعني يستمد منه قوة. فلذلك نقول الجماهير لازم تحضر خاصة مثل هالمناسبات. تفضل. لا احمد شكرا جوك، تكلمت خلاص. ثقافه تختلف. شكرا. ابي بس اتذكر اللقطه اللي قطع الكره الدفاع مندس لوكاس مندس. اي ما شاء الله، شوف شلون شالها مسكين الدفاع. حتى الكره اللي كانت قطعها المدافع بعد اللي كانت بدش الجول محمد واحد، شوف شلون الجمهور تفاعل فيها، وفعلا كنا مسجل جول يعني. في 10 ثواني خالد، الآن أصبحت في بعض الدول هناك تقليد مهم، يعطيك النشيد الوطني 20 ثانية بالموسيقى، بعد ذلك يقطع الموسيقى حتى الجمهور يكمل بالنشيد الوطني بصوته. هذا أنا كنت أقوله في فترة، كنت أتمنى أن النشيد الوطني، النشيد الفرق الموسيقية والعازفة توقف ونشيدنا نسمع من الجمهور. هذا الطليان يا أخي، ما كل بلد زي بعض يا أخي، تقعد تألف لي الطليان. ما كل بلد زي بعض، برازيل موجودة في جمهور أقوى، في منتخبات أقوى. أنت إيه دخلت الموضوع؟ أوكي، كل واحد يختلف. إيش دخل الموضوع؟ يعطيكم العافية، يعطيكم العافية شباب. ما تخلي أنت يعني أنت بتناشد أنت يعني إيطاليا مثل عندك طليان، شوف كيف يا خالد ما حد مثله. شوف في العرب الجزائر، في الجمهور الكويت، روح نشيد وطني الكويت، هذا احسن ناس اللي شفتهم انا في حياتي. يعني انت يوم كنت مع منتخب مصر بسبب مثل الطليان اللي ماسكين كذا، انا ابو محمد ما شفنا. انت عارف من السلام الوطني في سماعات في الاستاد، انت تعرف ان الجمهور اصلا ما فيش حد بيسمع المزيكا اللي هي شغاله في الاستاد من صوت الجمهور، هو بيقول النشيد الوطني. صحيح، يعني من كنت الصوت اللي هو ال 80 ألف اللي في الاستاد يقطع الموسيقى. ما فيش موسيقى اصلا. صحيح. وحتى المنافس اللي بيلعبك هو بيقول السلام الوطني بتاعه، ما هو مش عارفين يقوله، لان الجمهور كله صوته ايه؟ بهوس. قاعد بيعمل موضوع على المزيكا. اللاعبين اقوى من الجمهور، ايطاليا دحين تشاهد شوف لاعبين تتقدم، لكن الجمهور مش نص صوت اللاعب. ابو محمد دخلني في الايطاليات والكويت، خلي بالك انت فاهم. بس انا حضرت لا نشيد الوطن، حضر الكويت كجمهور عربي، انا حضرت واجد الدول والله العظيم، يكون ألف يسكر الملعب كامل لانه نشيد مختصر وحلو ويجي الغناء. عندك الجزائر، ايطاليا اللاعبين يغنوا لكن الجمهور لا. عندك الجزائر وهو بعد افضل منتخب عربي، تحس مثل طليا. ايران كابتن ليه؟ لا انت مش من الجمهور هذا خلف الطليان. والله ما احب اشوف الطليان الا عشان نشي كلكم وكله تعلمنا من الطليان. وقسم يا اخي يا رواس، احنا في بطوله كاس وما شايف الطليان، حاسس نفسي حر. اما ايران كله قهرماني. شنو قهرماني؟ 30,000 متفرج يا مباراه امام اليابان. ضغطوا على المنتخب الياباني، شفت المنتخب الياباني الشوط الثاني؟ اعترف يا اخي رواس، اعترف بقوه الجماهير الايرانيه. نحن شجعنا لكم والنعم عشان ايش طلع اليابان عشان يفوز عليك. شنو القصه محمد؟ شنو عداوته وياي؟ هذا الرواز دائما ويا حبيبي. انا عدو معك، شجعناكم وتعبنا مع ايران مع اليابان حتى طلع يا جماعه. انتوا شاهدين الرواز مو قال اسمع كابتن عايز تسمع التشجيع؟ اسمع تشجيع الجمهور المصري في السلام الوطني وفي تشجيع الماتش. والنعم ابو محمد اسمع بس بعد اذنك بس انا بكلمك. مش جمهور الاهلي عايز تشوف التشجيع بحقيقي؟ شوف التشجيع الجمهور المصري.
السلام الوطني واي حاجه كفايه. المغرب عندك رجال يا سيدي ماشي. انا بكلمك انت عايز تعرف العراق جمهور تعرف وين يا كابتن؟ انت رحت معنا العراق نقول العراق يا سيدي. لا لا رواس قال لك ان المغرب اقوى منكم جمهور المغرب. هو وجهه نظره ايه والجمهور المغربي ليه احترامه وكله احترامه والتقدير. بعد اذنك عايز تسمع اتفرج على الجمهور المصري وهو بيشجع بس جاي من كوكب المريخ عارف كلهم عارف العرب اللي من شكاسه يعني انت عارف كل هذا. لا والله شباك مصر رقم واحد يعني عندك المغرب الجزائر يعني انت شوف نجح يعني انت شفت شفت التشجيع شفته نعم بس خلاص. رواز شو رايك على مشجعين المنتخب الايراني؟ شو رايك؟ اعطيني رايك. لا يا رب ما يوصلوا مثل لا امس حلوين لا لا 100,000 يقول قهرماني قهرمان ما في مثل المصريين المغاربة يجي الدرقان والعراق. انت اول مره شفت جمهور مثل المباراه بعد يومين نايم تحت الملعب كاس الخليج. انا اتصلت بالعماني قلت له خلاص ما حد يجي يا العماني نايمين انت كنا مع بعض صحيح. هذا واحد كل حد له ميزه الله اعطانا متميزين في بعض في كل شيء كل بلد مختلف نعم يا رواز. لا لا كلامي صح من حضور يا رواز اسمع انا كنت موجود كنت حاضر المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. المشجعين طبعا المشجعين المتخيلين كانوا خلف يعني خلف المرمى لا لا اي المنتخب الياباني يعني 90 دقيقه كانوا يشجعون 90 دقيقه يعني مثل مكسيك ولا الارجنتين 1000 متفرج واقفين ابد ما قعدوا. انا كنت موجود ما سمعت صوت. انت ايش تسمع صوت انت قاعد بالفندق تسمع صوت مشجعين مشجعين تسمعهم في كل مكان ابو محمد وفي الملاعب هنا يعطيكم العافيه صراحه نكتفي. نكتفي نكتفي زين انا اسف تساعد على التشجيع طيب. ها تساعد على التشجيع لا انا كل ملعب يذكرني بالمنتخب المغربي طيب صراحه يعني اشوف انا والله كنت احاول اطلع لكم فيديو النشيد الوطني البرازيلي والله ماشي يا اخي خلي الناس يتكلمون وصل فكرة. دخلت الأرجنتين أنت برازيلي عشان تجيب أرجنتين أول مرة أسمع برازيلي قبل يلا طلعنا خلينا نشوف عام كم هذا. كنت أدور على النشيد الوطني كيف الجمهور أجبر الفرقة الموسيقية توقف على أساس. 2014 المكسيك البرازيل المكسيك دور عليه. في الماريكانا. أيوة. أضف ماريكانا ولا في ملعب ثاني لكن البرازيل المكسيك. ها؟ البرازيل. برازيل المكسيك. خالد ببيته وقف قام يبكي على النشيد الوطني. ايه من اعظم اللاعبين كله غدا من الجمهور هالجمهور اللي وصل هذه الحاله وقف قام يبكي على شيء من الجمهور صوت الجمهور زين شباب بحاول طلع على الحلقه ان شاء الله عموما الحين